الأخير أنا دكتور أحمد السيد أستاذ مساعد القلب طب عين شمس. الحقيقة الميتينج النهاردة الماسترز كومبلكس بي سي آي ستركتشر ميتينج اللي هو بتاعه مع تي سي تي is a very interesting meeting. هو بيهم كل الانترفنشن كارديولوجيست بصفة عامة وفي مصر بالخاصة, انه بنقدر في خلال اليومين دول بنتكلم على كل ما يهم الانترفنشن كارديولوجيست في من اول البايفركيشنال انترفنشنز ليفت مين انترفنشنز مالتي باس انترفنشنز كالسيفايد ليجنز والستركتشرال انترفنشنز زي التاج. فهو الحقيقه في خلال يومين بتبقى في ايشوز كتير نقدر نتكلم فيها ونسكس ونشير الاكسبيرينس بتاعتنا كلنا مع بعض. فعشان كده هو بيبقى مهم لينا كلنا كانترفنشن كارديولوجيست و فيري ايدوكيشنال خصوصا لليانج كوليجز. المفروض ان السيشن اللي انا مشارك فيه بكره هيكون عن التافي, هيكون ابديت عن التافي اوفر فيو و هوت توبيك عن الانتي بليتلت مانجمنت ديورينج التافي. هل احنا المفروض ان احنا ستيل نجو بالكونسنسس اللي احنا ماشيين بيه عن اللي هو يوزنج دول انتي بليتلتس اللي هو اسبرين اند كوديجل, ولا ذير از روم فور اذر نوادز اور انتي كوجلنس. ف ذيس از احنا ستيل ويتنج سم راندمايزد داتا, وده هيكون بكره يوم الجمعه ان شاء الله.